احا احا صرنا شاورما شاورما رسمي صرنا شباب. هذا شوي هدي لي حالك هيا ما بتستاهل انه تضربني عشانها. راح اخذ الولد من تحت شواربك زي الارنب انت. ليجاسي بيس هذا الماب يا اخوان بيحكي عن ون بيس نزل من 4 ايام او 5 مش متذكر بالضبط بس جديد استنازل ما صار له اسبوع. اليوم راح نجربه ونشوف شو وضعه. قبل ما نبلش صلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اشتركوا على يوتيوب لايك للفيديو وخلونا نبدا. اوكي والله الجزر هيك مبدئيا حلو بصراحه. هلا والله تسكيني كتبا. اوكي هسه حاليا في الكستمايز بلاي اي اف كي هون تقفك هون بلاي هون كستم. خلينا مع شخصيه سريعه تعالوا هذا شكل النهايه طلع معي ما بعرف بروح على الكوفي ولتس جو. يا هلا والله شوف برا السكن كيف طالع والله طالع بصراحه يعني مش بطال ابدا كويس. هاي نظام حاسه كثير بيشبه جراند بيس كانه صح ولا انا بالغلطه مش عارف. هذا هون سبوان طبعا بس نفس الجزيره هاي صح صح. هذا الانسان دقيقه شوف والله حتى الانيميشن اش نفس الانيميشن تقريبا تحسه حلو كثير بيشبه جراند بيس بصراحه. واللي سمعت انه اصعب من جراند بيس كمان بالذات الفواكه. الفواكه هون ما بتشتريها اتوقع بتشتريها عفوا بتلاقيها وين بالماب وانت ماشي بتلاقي فاكهه قدامك بتروح فيها. حاليا في عندنا هون نقطه خلينا نروح نشوف شو هي قدامنا قدام تبع الكويست اتوقع هذا صح صح اكيد لازم يكون صح ما في غيره. السلام عليكم احكي معه. Why you are so late ليش متاخر هالقد؟ I told you to meet me to مش راح اقعد خلص بيقول لي اني اتقابل معه بعد ساعتين او شيء زي هيك. نروح نبلش على طول بالمهام. في عندنا علامه التعجب هون بنجي عليها ايش هذا بارتيز بار. هلا والله دخلنا على النادي على البار على النادي قال استغفر الله العظيم. نوايا النوايا نعمل شورت كويست. Hey there has been a while I need a favor could you take this up to ابصر مين بدي اخذ شغلي انا لهاي دادا. يا حبيبي ليش شكلها والله ماخذها مشروبات روحانيه والله ان ذكيره صار الايام هاي ايش وزها مشروبات روحانيه. يا سلام والله بصراحه الصيت مرتب يعني شغل مرتب نظيف كله حلال باذن الله. ما علينا عصير تفاح هذا اكيد والله يا اختي جبت لك عصير تفاح اليوم معي جاي اضيفك اليوم انت وعيالك تفضلي سرفي. ها ها ما تقبل الهديه والرسول عليه الصلاه والسلام قبل الهديه يا اخت يا ليش هيك شعره اصلا دقيقه ليكون حبيبي منور والله كنت على البيت زي هيك. خلصنا المهمه الاولى هسه خلصنا اوكي تعال نجي نحكي معها شو بدها. ثانك فور ديليفرينج شكرا انك وصلت لي اياهم والكنت اقرا كل هذا لا والله قرات. هي في مهمه على شمال ديفيت ست باندت طب وين الباندت الباندت وينهم دقيقه شوف شو هذا كمان هون عصير تفاح والله انسوا العصائر هون. هي الباندت غاد هي الاشاره هاي عصير تفاح منتشر بالماب يا جماعه. خلينا نروح على الباندت اللي غاد اتوقع انه غاد المهمه مش اتوقع اكيد يعني تعلق بالشجره صديق يعطيك العافيه. نطلع نشوف كيف القتال كيف الفايتات مع الشباب اللي فوق شو وضعهم. انت باندت تعا حبيبي تعا انت باريو باندت اشوف اي 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 هذا مش باندت طلع هذا مش باندت ابدا بلا باندت بلا والله باندت. في عندي حركه انا هون احا كان لازم اضل ضاغط على الاكس كله دقيقه اشوف حلو مات واحد حسبلي والله حسبلي حلوين لازم نقتل سته سريعين فالموضوع ايزي علينا يا جماعه. نجي للثاني زي هيك تعال نجمعهم واحد لا خلص ما بدنا نجمع حدا هي ايوه يا خبيث انت يا معفن بتجمع فيهم قاعد. طب انا اخوك المسلم انا انت مش عارف انت مسلم اصلا ولا لا بس تعالوا شباب معاه فاكهه بلفل عندي هذا شو القدره اللي معاك مش فاهم انا كيف بتفهم دقيقه صديق خليني ادمج بس شوي قبل ما تقتلهم. يا رب انحسبوا لي بس حسب لي واحد حسبوا لي حسبوا لي الجوز تمام ثاني يجي عند هذا اللي هون صديق السلام عليكم اوكي اضغط الضغط يا سلام تعال واحد اثنين ثلاث اربعة حلو انتهى الموضوع ايوه خلص هيك 100% هسه نروح على التعجب ولا على هاي مش فاهم انا في عندنا شغلتين هون وين اروح انا خلص بنروح على التعجب منها قريبة توركت ويز دادن خلص المهمة انك تحكي مع دادن الموجودة غاد اخذها من المهمة نحكي معها ان شاء الله وبنرجع لكم. طبعا يا اخوان ما فيش عندنا هون ستات هون الستات كيف بيزيد عندك على الليفل كل ما عالي ليفلك بيزيد لحاله الستات الستامينا الانرجي كلها بتزيد لحالها احنا ما لنا علاقه مش زي بلوكس فروت تفكروها لا ما لنا علاقه نهائيا في انفنتوري شغلات بس كل شيء لحاله عامل لك اياه. فنحن نيجي عند دادن نحكي معها نقول له يا اختي احنا هزمنا الست باندت تبعونك شو بدك هسه ريلي ابصر شو اوكي طيب اعطتنا كريك شفل
لازم نروح نوصله شكله لغاد. يا ويلي والله مسافات، حاطين المهمة بجهة والكويست بجهة والبوتات بجهة. طب احنا كيف الواحد بده يعيش حياته ويلفل ازاي؟ السلام عليكم، ايش ابو السوس؟ اسمها سارة يا جماعة، والله سارة عيونها حلوين بصراحة، تاخذي رقعة. استغفر الله، نعطيها هذا زي هيك. وين نروح هسه نحكي مع سارة؟ ما فيش اشي، نحكي مع سارة خلاص. شو بتحكي هاي قاعدة؟ سنت يو ثانكس، ابصر شو بدها، اشياء غريبة شكلها. كولكت رايس، لازم نعمل ايش؟ الخبز، لو هذا خبز عندنا مزروعات خبز، لازم ايش؟ نقتطف الارز، نقتطف الارز، زهرة الارز. تعال يا عمري، هاي 2 من 5. والله انا فايت ازرع شكلي بالماب، هذا كيف ما بون بيس؟ والله فايت ازرع، احصد، اودي ويسكي للشباب، استغفر الله، قصدي عصير. فمش عارف انا، مش فاهم، وين الفواكه؟ المفروض احا وين اروح؟ مبينة، خازوق. خبز قال، قصدي الرز، ونحكي معاه كمان. طيب، شو هذا كله؟ يا ويلي يا اختي انت، شو هذا؟ ويل شو بتبرمي؟ خيال الزرقاء، السلام عليكم، كيف الحال؟ احسنة؟ والله الاحصائيه بصراحه شكلها اسطوري. اشوف، تعال نحكي مع هذا، فكرنا من الاحصنه هسه، نحكي معه كمان مره. شو بده؟ It pains to say I want to be able reward with a lot but I'll do best to make it worth your while. ماشي كمل. Quest not meet، في اشي لازم اوصل ليفل 10. ايوه لازم اوصل ليفل 10. عشان نوصل ليفل 10 يا جماعه لازم ناخذ مهام، فراح نرجع عند دادن الهبله هذيك مره ثانيه، نقتل 6 باندت البوتات ونزيد ليفل 10 وبعدين نرجع. بس واضح انه راح يكون مشوار طويل، فبرجع لكم ان شاء الله. بنرجع بعد ما وصلنا ليفل 10 يا جماعه. تمام، راح نحكي مع الحمار هذا، اشوف شو اسمه. فارم اشي مش بيننا. This is all my fault. I am a triple parent. What if something happened to him? ما علينا من حكي فاضي. هذا parent أبوه، أبو واحد كأنه defeat هيجيوما. مين هيجيوما؟ ما بنعرف. تعال خلينا نشوف. أتوقع إنه هذا أب. دقيقة، أرجع أسأله مرة ثانية. والله إلا أقرأ. تحمست شوي. أرجع أشوف. I'm a triple parent. What if something happened to him? No, I must think that. Bring back my boy. أيوة زي ما حكيتكم، عنده ولد. اخونا هون عنده ولد مخلفه وزادته عند الناس، وانا لازم اروح اجيب له ايش؟ ابنه. طبعا شكله ابنه محبوس عند بوس، وانا لازم اقتل البوس واجيب الولد لابوه. ما شاء الله، مصلحه اجتماعي صارت. طيب يا جماعه، وصلنا عند هيجيوما، واحد اسمه هيجيوما. خلينا نروح عليه نشوف شو وضعه. وين البوس؟ مكتوب انه صورته هون. ايوه والله منور، والله منور. Are you trying to rescue this kid؟ انت بتحاول تنقذ هذا الطفل؟ بحاول انقذ هذا الطفل، مش عاجبك؟ تعال خلينا نتفاهم انا وياه. تعال بس ندير بالنا شوي منه، انه معه سيف اخونا بالله، فنبلش عليه بالاكس. هلا والله اكلنا هوا. تعال تعال تعال، اوكي. ايزي يا جماعه، والله فكرت انه شيء كويس. طب بنزل سيف. هيو في بس دروب اسمه هيجيوما كتانا 35%. احا صرنا شاورما رسمي صرنا. شباب اهدى شوي، هدي لي حالك، هيا ما بتستاهل انه تضربني عشانها. راح اخذ الولد من تحت شواربك زي الارنب انت، اوكي، وانقذوا رجل ابوه، لانه انا ايش؟ كيرا المصلح الاجتماعي، اي حدا بخلف ولد على طول يحكي معي انا برجع له اولاده. يا جماعه ما حدا يضيع اولاده بالله عليكم، انا مش مجبور الم اولاد الناس يعني. اوكي، الولد وين؟ الولد فوق 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 فوق. اطلع سريع بسرعه بسرعه، اطلع اخوي اطلع. كيف رجعت تطلع؟ كامبورو سن، هذا ابن المكمبره، ابن المكمبر قصدي يعني. تمام، ناخذ الولد نرجع لاهله. يا ايها المزارع كامبورو، اسمه كامبورو هذا، خذ ابنك عمي، الله لا يعطيه يهودك عافية. اوضع يوم مرة ثانية مستر كامبورو، مزارع الكمبرة. هسه شو بده؟ شوغر بيت. اعطانا شو بده؟ مش فاهم انا. شوغر بيت دليفري، وين اروح انا طيب؟ اعطانا سكر، هذا سكر، هذا سكر. دقيقة، كيف هذا سكر؟ بذور البطيخ، بذور الفجل، هذا فجل مبدئيا مش سكر، هاي فجلة عشان تكونوا عارفين يعني. فخلنا نوصل البذور هاي للمنطقة الثانية اللي هي أصلا عندها من أول ما دخلت الماب، وأنا قاعد بركض أركض 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 أركض. والله شو قداش الصاروخي هذا. نطلع من هون، أنت ما إلك علاقة صح؟ ما أظن أنت إلك علاقة، فالمهمة هون. نحكي مع الست هذا الإشي، أوكي أعطاك إياها هاي. Great job with defeating Higuma and rescue my son. شكرا إنك أنقذت إبني وهزمت البوس وأبصر شو. بس على فكرة ما طلع لنا السيف. طيب اخوي خلص، يعطيك العافيه. طيب هسه المهم اللي بعده وين؟ وصلنا ليفل 11 احنا على فكره. هون، اوكي تعال نحكي معه. My home was شو؟ wrecked due to the boar that ابصر مين camp in the forest attack village. ابصر مين، في حدا هجم على قريه، على بيته بالقريه بالليل. لازم اكون ليفل 12. اوكي خرست سريع.
روح عند مدنة مدادة وابصر شو اسمها دي خلصت مرتين زي هيك ننتقل لغاد. يا ايها البارورورورورورور طلع خنزير هذا احا والله فكرته بني ادم اكتل خنزير انا جاك احا هي صديق هي 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 بس 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 اهدى منيح اخذت السيف انا اصلا بصراحة. حول 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 هون اعطيها هذول الشغلات الزاكية هيك زي هيك بتزبطوا بهذول بعدين بترجع دب 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 شو بدي اسوي بس بس اكلنا هواء اكلنا هواء اف 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 لا 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 موت لا موت اي 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 كم يا سلام يا سلام عليك كيرا تعالي جاي شيت صديق انت والله الا لافرمك. اوكي خلصنا منه توك تو ذا ووب سلاب نرجع من اول نحكي مع هذاك الاشي مشي مشي السلام عليكم وود سلاب هذا هو خلينا نحكي معاه نشوف شو يحكي لنا. واو كيد يو ار ريلي سترونج انت جدا قوي. اف يو وانت تو كونتينيو يور جورني ذير از then there is nothing left here to teach you. ما ضل في عنا اشي يعلمونا اياه بهاي الجزيره راح نروح على الجزيره الثانيه يا جماعه الخير. في مينا المفروض طب هذا هذا اخذنا مهمته صح مزبوط لازم يكون في مينا المفروض المفروض انه يكون في مينا عشان ناخذ احنا القارب ونسافر. اوكي السلام عليكم صديقي المينا نحكي معه بدنا نشتري قارب احنا معنا 1300 مش قادر اشتري يا ابن يا ابن ايش ماله هذا مين دعس عذيلك ولك يا ابن المحترمة ولك ابعد ابعد تعال بدك تلعب تعال فرجيك تعال تعال انا كنت تارك الجزيرة ورايح بس الظاهر لازم اقتل واحد قبل ما انسى كيف بس انبسطت هسه حبيبي توكل على الله. تعال نرجع هون نعمل اشترينا احنا ولا ما اشترينا والله بس احنا كيف نرسم القارب الفكرة هون انه احنا اشترينا هي هون حلو على السهم حلو كلوز يا سلام نيجي على القارب نشوف شو الوضع الجزيرة الثانية. هي 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 اطلع اطلع فوق اوكي اطلع فوق سوق يابا روح يف يمين والله شكلها جزيرة بعيدة ليش مش حاطين امتار فوق ال المفروض يكون في عدد امتار عشان نعرف اذا بعيدة ولا لا بس طلعوا يعني انا مش شايف الجزيرة اصلا والقارب او القارب كثير بطيء يا جماعة وال يا ساتر يا ساتر اخيرا شفت الجزيره يا جماعه كثير بعيده طلعت الجزيره يعني طلع انت ورا البحر ما بتشوف اي جزيره اصلا يعني الله يكون بعوننا بصراحه. طب ليش مش حاطين ماب في ماب هون السؤال فكره في ماب هون انا مش شايف انه اشاره او انه بنشتري يمكن ماب ما بعرف لسه ما عندي فكره بصراحه بس اكيد لازم يكون نشتري ورا بالمحيط يعني بالبحر ماشي مش مبين علينا اي جزيره هاي جزيره اسمها ايست بلو نزلني نزلني يا اخوي نزلني والله رحله كان لازم اجيب معي ساندويتش وانا رايح. طيب قبل ما نبدا باي شيء تعال 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 هون 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 عند هذا الاشي عشان اذا متنا ما نرجع اخر الدنيا مشان الله والله بصير معي جنون البقر تخيل ارجع من غاد قصه والله. تعال نعمل من هون نحكي معه اي ام جوينج تو دو اي لوست ماي رينج هذا اخونا بالله فقد الخاتم تبعه انا المفروض اني اروح ادور على الخاتم تبعه رينج فاوند لازم الاقي الخاتم. أين أنت يا أيها الخاتم؟ والله الخاتم بالمنطقة هاي الخاتم أساساً كلياته تعال أعطينا الخاتم تبعك شكراً أخذته؟ لا ما أخذته إيش في صديق؟ قلتش؟ مش عارف المهم تعالوا نحكي مع هذاك الإشي يا أيها الكائن الغريب نحكي معه إن شاء الله إنه يقبل بس معطيني إنه هون صفر أشوف أوكي زبط thanks for finding my daughter's ring خاتم بنته She is very thankful انها كثير يعني فخورة او انها تشكرني كثير انه انا لقيت الخاتم وخاتم الخطوبة شكله اكيد زنخة صح والله اني دقيقة اشهر في واحد بالزاوية هسه بنجي بنرجع له نشوف شو قصته هذا اللي فوق اللي عنده بنت لقينا الخاتم تبعها سلام عليكم صديق كيف الحال excellent timing please assist me in getting these barriers and control يا زلمة وال انا حطاب ولا شو بنقول انا يا زلمة اقسم بالله انا عبارة عن عامل سلام عليكم صديق كيف الحال I'm thinking you're here to handle Alvida unfortunately you are unable at this time to battle here a key is needed but it was a misplaced with the shoe cargo was being transported في باب فوق لنقاتل حدا جوا بس المفروض انه الباب هذا يفتح عن طريق مفتاح فالمفتاح ضايع but it was misplaced while the ship cargo was being transported كان المفتاح ضاع المفتاح اثناء تنقل السفينة حلو طيب كيف نجيب وين المفتاح يعني راح بالاخير defeat the light ابصر مين need a key ماشي بدنا مفتاح بيقول لك المفتاح ضاع منا واحنا نتحرك بالسفينة او بتنتقل السفينة ايزي يا جماعة ايزي الفايت هذا ايزي طبعا طبعا البوسات اصعب من هيك هتفكروا هيك سهلين
لقدام راح نواجه صعوبات زيادة على اللزوم يا جماعة. طيب you received a boss drop level up. ايش اخذنا ايش من البوس احنا بس شو هو؟ دقيقة نشوف الله ماذا اخذنا من البوس. كي حلو مفتاح طلع مفتاح عنده الله لا يوفق يهوده طلع المفتاح عنده يا ربي وانا زي ساعة قلبت السفينة رايح جاي يمين شمال هسا ببين المفتاح هسا المفتاح بيجي زانا زي الاهبل والله زي الاهبل كان لازم اروح على البوس هذا من زمان واقتله. حلو دخلنا the bounty on her head is high if you defeat it عليها باونتي على راسها ابصر كيف قديش عالي الباونتي تبعها بس لازم نهزمها باسرع وقت احنا سريع وينها بس هي اصلا شت ديفيد الفيدا ابصر شو الكلمة هاي هذا مش الالفيدا صح you won't get my captain القراصنة هذول بيحموا القائد تبعهم اوكي هذول اثنين بيحموا القائد اللي جوا انتو اثنين الجوز ايزي على فكرة ما في معي ما في اي مشاكل تجاهكم بصراحة يعني انتو بدعس عليكم دعس بس اصبر شوي خلنا اعرف اضبط اموري انا اوكي حلوين القصة حلوة والله يا جماعة انك تحمي قائد او شيء زي تعال تعال انتو ايه طلع الحمار حسش والله انه حمار هذا الحمار ما حس ضربته ضربة ما حس ما اجى عندي استنى شوي خلصنا من واحد نستخدم السيف نعمل هاي حركة ما لحقنا حلو ماشي بسيطة بالسيف سريع زي هيك تعال على الملي حلو والله لا ادعس عليك انت والقائد تبعتك بتحميها جوا انت بتحمي لي اياها ايش حبيبي انت عفوا مين فكر هذا برجع برسبين اوكي لازم اتخطاهم يعني بس مش اكثر لازم بس اني اتخطاهم ما في داعي اني اتقاتل معهم اكثر من مره يعني بس نهائيا انا فكرت انهم بيختفوا يا عم طير انت وياه ديفيت الفيدا ذا ايرون ايه طلع مين عرفتها والله عرفتها هي كانت بالانمي اصلا بس ناسي اسمها انا تعالي صديق تعالي come to your daddy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوه اعطيها بوم تعال حول سيف مش هسه حول سيف هسه اوكي احا دمج عالي تعال خذي هذول هيك اوكي زد داخت حلو داخت اعطيني ملي تعالي كلي هاي احا مين هذول لاد مين هذول شباب انتو ايش شو دخلكم بيني وبينها رجعني يا جماعة لا احد يتدخل الموضوع عائلي اصبر اوكي تعال حلوين دمه عالي يا جماعة بتعطي ايرون ميش وبتعطي الفيدهات في عنا بس دروب هون شغلتين بنزل منها فنحن رح نجيب الشغلتين يعني ما رح اترك اي اشي ورائي نهائيا مالك ايزي اقعدي انت بس دولة انه بس دمجي اعلى شوي انا زمان عملتلك ابادة على فكرة يلا عاد اقرب وجهك يلا عاد تعال خلص ما تشوف تحت امك طلع لنا اشي ما انتبهت والله ما طلع لنا اشي يا جماعه talk to the talk with ship guard احكي مع حارس المركبه او حارس السفينه طيب يا حبيبي ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه اذا حبيتوا السلسله خلي لايك زي ما حكينا اشوفكم في فيديوهات ثانيه السلام عليكم